جاءهم وجدهم بين الحياة والموت، فجاء لواحد منهم بالماء قال اشرب. أول ما يكاد يشرب يسمع صوت واحد آخر يئن، فقال اذهب بالماء إلى أخي. قال اشرب، قال اذهب بالماء إلى أخي. فذهب إليه، أول ما أراد أن يشربه إذا واحد ثالث يئن، قال اذهب بالماء إلى أخي. فذهب إلى الثالث فإذا هو ميت، فرجع إلى الثاني فإذا هو ميت، فرجع إلى الأول فإذا هو ميت. هل سمعتم بإيثار مثل هذا؟ لم يشربها واحد منهم، كلهم تدافعوها. شيء عجيب هذا الإيثار في لحظات الموت. ثم حمل خالد بن الوليد بالخيل على ميسرة الروم التي حملت على ميمنة المسلمين فأزالهم، وكان قتال عظيم. قتل المسلمون فيه في حملتهم هذه من الروم 6000 من الروم يقتلهم خالد، وما كان معه إلا 100 فارس يقودهم والجيش وراءه، 100 فارس يتقدمون الجيش يقتلون 6000. تزعزع الروم، بدأوا يهربون والقتل ينزل فيهم. واحد قد يتعجب بعض الناس يقول كيف 100 يقتلون 6000؟ الناس هؤلاء يفرون فرار أمام خالد وهو ينزل فيهم في ظهورهم يقتلهم هو من معه. هكذا كانت هذه المعركة، وفي هذه الحملة قتل جرجة رحمه الله، وما صلى لله إلا ركعتين. فأي شهادة وأي رحمة من الله نزلت بهذا الرجل في آخر أيامه. في ذلك اليوم العظيم صلى المسلمون صلاة الظهر وصلاة العصر إيماء، يعني بدون، وهم على الخيول وهم مشاة بدون توقف يصلون من شدة المعركة، واستمرت المعركة إلى الليل، وصلى المسلمون المغرب والعشاء في آخر الليل، وأدار أبو عبيدة المعركة، لكن كانت كل المعركة تدار بما يشير به خالد رضي الله عنه. وتوالت البطولات وتوالى التحميس. يقول سعيد بن المسيب عن أبيه قال هدأت الأصوات يوم اليرموك فسمعنا صوتا يكاد يملأ العسكر يقول يا نصر الله اقترب، الثبات الثبات يا معشر المسلمين. فنظرنا فإذا هو أبو سفيان تحت راية ابنه يزيد، صوته في منتهى القوة يزلزل. يروى أن هرقل في نهاية المعركة فيما بعد وهو في أنطاكية لما جاءت أفلال الجيش منهزمة سألهم قال ويلكم أخبروني عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم، أليسوا بشرا مثلكم؟ قالوا بلى. قال فأنتم أكثر أم هم؟ قالوا بل نحن أكثر منهم أضعافا في كل موطن. قال فما بالكم تنهزمون، كيف أعداد قليلة تهزمكم؟ بعض الناس يتعجب، يعني يرى أن الذي نتحدث به هذا مبالغات، لكن هذا تاريخ ثابت معروف. فقال شيخ من عظماء الروم تريد أن تعرف لماذا يهزمون؟ من أجل أنهم يقومون الليل ويصومون النهار ويوفون بالعهد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتناصفون بينهم، ومن أجل أننا نشرب الخمر ونثني ونركب الحرام وننقض العهد ونغضب ونظلم ونأمر بالسخط وننهى عما يرضي الله ونفسد في الأرض. فقال هرقل صدقت. وبالمقابل يحدثنا التاريخ أن أحد أمراء الروم هو القبقلار اختار رجلا عربيا جاسوسا من قبيلة قضاعة وأرسله بين المسلمين، قال له ادخل في هؤلاء القوم فأقم فيهم يوم وليلة ثم ائتني بخبرهم. فذهب هذا الجاسوس عربي، فبين بين هالجيش العربي ما أحد أنكره، فأقام في المسلمين يوما وليلة ثم رجع. فسأله هذا الأمير ما وراءك؟ قال شوف الوصف العجيب حتى نعرف كيف كانوا ينتصرون ونعرف لماذا ننهزم اليوم. هذه القصص ليست للتسلية، هذه القصص للعبرة والمعاني، حتى نعرف كيف سدنا الدنيا ونعرف كيف خسرناها، حتى نعرف كيف أقمنا الحضارات وأصبحنا سادة البشر وأصبحنا اليوم من أتباع الحضارات الأخرى. انظروا الوصف لماذا انتصروا. قال بالليل رهبان وبالنهار فرسان
ولو سرق ابن ملكهم قطعوا يده، ولو زنى رجم، لإقامة الحق فيهم. فقال القبقلار: لئن صدقتني لبطن الأرض خير من لقاء هؤلاء على ظهرها، يعني الموت أحسن من رؤياهم هؤلاء، ولوددت أن حظي من الله أن يخلي بيني وبينهم فلا ينصرني عليهم ولا ينصرهم علي. يعني أقصى أمنيتي التعادل، لا أهزم ولا أنتصر. هكذا كانوا رضي الله عنهم. ومن عجائب هذه المعركة ما حدث في اليرموك من بطولات عظيمة، ومن هذه البطولات العظيمة بطولة حواري هذه الأمة، نجم عظيم آخر من النجوم التي أحاطت بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، ذاك هو الزبير ابن العوام رضي الله عنه، وهو أفضل من حضر هذه المعركة من الصحابة الكرام، هو وأبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة. وكان الزبير يعد بألف فارس، هكذا كان يعده عمر رضي الله عنه فيما بعد لما عمرو بن العاص فتح مصر وطلب المدد، فأرسل له عمر بن الخطاب أربعة، قال: أرسلت لك أربعة كل واحد بألف، وعد من بينهم الزبير ابن العوام. كان من فرسان الناس ومن شجعانهم. فلما استمرت المعركة سجال بين المسلمين وبين الروم، اجتمع جماعة من أبطال المسلمين فقالوا: ألا تحمل فنحمل معك؟ يعني لماذا لا تهجم يا زبير هجمة قوية تخترق بها الأعداء ونحن معك؟ فقال: إنكم لا تثبتون، يعني أخشى أهجم تتركوني وحدي وترجعون. فقالوا: بلى. فتجهزوا والناس تنظر إليهم كتيبة فدائية مستعدة أن تقتحم الموت في سبيل الله رب العالمين، لا تخشى البشر، لا تخاف في الله لومة لائم. وفعلا بدأ الروم ينظرون، وإذ بهذه المجموعة الفدائية الصغيرة، مجموعة قليلة من البشر تهجم على 240,000 مقاتل، أي عجب هذا؟ وهجمت زبير ومن معه والتحموا بأعدائهم من الروم، وبدأ القتال والروم متعجبون: من يفعل هذا من البشر؟ عدد قليل لا يتجاوز 40 نفر يهجمون على 240,000، هل سمعتم في التاريخ؟ هل سمعتم في الدنيا 40 نفر يهجمون على 240,000؟ متى حدث مثل هذا؟ وبدأ القتل والقتال والروم لا يصدقون ما يحدث، وبدأت هذه المجموعة تخترق في صفوف الأعداء، وبدأت الجراحات تنصب على هؤلاء الأبطال، واضطروا للانسحاب، ولم يبقى صامد إلا الزبير بن العوام رضي الله عنه، وكان من أعجب المقاتلين، هو وخالد بن الوليد رضي الله عنه يتفردون بين كل الفرسان، فرسان العرب وفرسان الروم، يتفرد خالد والزبير بأنهما يقاتلان بسيفين. هل سمعتم فارس يركب على خيل ويحركها برجله فقط وهو يقاتل بسيفين؟ أي بطولة، أي فروسية! بعض الناس ما يصدق، لكن نحن نرى هؤلاء الذين يلعبون بالسيرك نقول والله شيء عجيب، شلون يلعبون على الخيل لعب؟ هؤلاء أبطال المسلمين أعظم من أولئك في التدريب الذي تلقوه من نعومة أظفارهم. الزبير بن العوام رضي الله عنه كانت صفية بنت عبد المطلب أمه، عمة النبي صلى الله عليه وسلم، الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أمه صفية وهو عمره 5 سنوات، تأخذه وترميه في المكان المظلم، فيبكي طفل صغير يبكي، فالناس تعاتبها، يقول لها: تخيفيه؟ قالت: لا، أعلمه ألا يخاف من شيء. وفعلا نشأ بهذه النشأة فما عاد يخشى شيئا. اسمعوا رحمكم الله، قتال نادر في التاريخ، لولا أنه مذكور في صحيح البخاري لما صدقته. فرد واحد هو الزبير بن العوام رضي الله عنه يقاتل جيش الروم، والروم
يضربون به من كل مكان، وهو يصد الهجوم ويقاتل على كل الجبهات كما يقولون. ويروي البخاري أن الزبير لأنه عاهد الله ألا يهزم ظل يقاتل ويقاتل في جيش الروم حتى خرج من الطرف الآخر. الله أكبر، أي بطولة، أي فروسية هذه! فارس واحد يخترق جيشا من 240,000. يا الله، ما أعظمه من قتال. واشتد الروم، حملوا حملة من غضبهم. ماذا يحدث بهم؟ يعني صارت إهانة شديدة للروم. ورجع الزبير من نفس الطريق ورجع إلى المسلمين، واهتزت معنويات الروم أيما اهتزاز، وارتفعت معنويات المسلمين أيما ارتفاع. فعندها الروم هجموا هجوما حتى يثبتوا مكانتهم، فمن قوة الهجمة 240,000 يهجموا هجمة واحدة، أزالوا المسلمين عن مواقفهم. وعندها بدأت الهزيمة في المسلمين. ما توقعوا بعد هذه الارتفاع في المعنويات يأتي هذا الهجوم الرومي الكاسح، وبدأت الهزيمة في المسلمين، وكشفوهم عن مواقعهم، وانكشفت الجهة التي يقودها شرحبيل بن حسنة، وتراجعوا. فتلقاهم أبو عبيدة رضي الله عنه يعظهم ويذكرهم، فبدأوا يقاتلوا يثبتوا أمام هذا الهجوم. وانهزمت الجهة التي يقودها عمرو بن العاص رضي الله عنه، حتى وصلوا إلى النساء، وصلوا إلى النساء، نساء عادة في خلف الجيش، وبدأت النسوة يزجرنهم حتى يعودوا، وبدأوا يحاولوا الثبات. 12,000 يقاتلون 240,000 هجموا هجمة واحدة. وقتل في هجمة الروم العظيمة التي هجموها على المسلمين وتزعزع المسلمون بها، قتل عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه. عكرمة ابن فرعون هذه الأمة، سبحان الذي يخرج الحي من الميت. من أبي جهل، أعظم أعداء الإسلام وأشدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرج عكرمة النجم العظيم، الصحابي الجليل الذي قاد المعارك لإعلاء راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، التي كان أبوه يعمل لإسقاطها. وقتل في هذه المعركة الحارث ابن هشام، وقتل عمرو ابن عكرمة، وقتل سلمة ابن هشام، وعمر ابن سعيد، وأبان ابن سعيد، وهشام ابن العاصي، وعمر ابن الطفيل ابن عمرو الدوسي، كلهم أعلام نجوم عظيمة في تاريخ الإسلام، وأبناء النجوم العظيمة. الطفيل ابن عمرو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، سيد قبيلة دوس، الذي عندما أسلم جعل الله تعالى بين جبهتيه، بين عينيه في جبهته نورا، فدعا الله قال: اللهم لا يقولون عني مثلت بي، يعني كانها تشويه، فاجعلها في غير وجهي. فجعلها الله في صوته يمشي، وعنده صوت ينير بالظلام، كرامة من الله عز وجل. هذه النجوم التي أحاطت بالنبي صلى الله عليه وسلم، هجمة عظيمة هجمها الروم وتزعزع بها المسلمون، وانكشف شرحبيل بن حسنة، وانكشف عمرو بن العاص بالقوات التي كانوا يقودونها. وجاء النسوة يدافعنا ويحرضن المسلمين على الثبات، وقاتل النسوة في ذلك اليوم، صبرن في ذلك اليوم حتى لا يهزم المسلمون. قاتل نساء المسلمين في ذلك اليوم قتالا شديدا، وأبلين بلاء حسنا. واشتد القتال، اشتد القتال. ثم إن خالد رضي الله عنه، رغم أنه ليس بقائد الجيش، لكن هو كان أعظم فارس وأعظم قائد محنك يعرف كيف يدير المعارك، أخذ مجموعة من الفرسان ونهض بقلب المسلمين ودخل بين الفرسان والمشاة. شوفوا التفاف عجيب. عادة الجيوش كيف تقاتل؟ يدفعون الفرسان على الخيول ووراءهم المشاة، فالتف خالد حتى دخل بين الفرسان والمشاة، فصل فرقة
الخيالة كما يقولون عن باقي الجيش، وأطبق على الفرسان من خلفهم. الفرسان ما توقعوا هذا، ما توقعوا أحد يهجم عليهم من خلفهم، لأن خلفهم هؤلاء المشاة. وبدأ القتل في الفرسان، وانهزم الفرسان وبدأوا يفرون من أرض المعركة. فعندها أمر خالد المسلمين أن يفتحوا للفرسان فتحة تجعل هؤلاء الفرسان ينجون، خلى الفرسان ينجون، لكن خلاهم ينجون بحيث يخرجون من أرض المعركة، لأنهم لو استمروا يقاتلوا ستكون المعركة شديدة على المسلمين. الآن يتفرغوا للمشاة، والمشاة بدون فرسان حيلة عجيبة فعلها خالد رضي الله عنه. أمر المسلمين أن يفرجوا لخيالة الكفار، ففرجوا لهم، فانسحب الخيالة من هذه الفرجة، الفرجة التي صنعت لهم يظنونها ضعف من المسلمين وهي حيلة. وإذ فجأة يفاجأ المشاة من الروم بأنهم بلا حماية من الخيول، وبدأ القتل في الروم. والروم يقاتلون لأجل الدنيا، ولذلك كثير منهم كان مربط بالسلاسل، يربطون العشرة بسلسلة واحدة حتى ما أحد منهم يفر. وبدأ القتل في الذين في السلاسل، يقتل واحد الباقي ما يستطيعوا ينسحبوا، يجروه جر معاهم، فيبدأ القتل في هؤلاء. وهزم الروم شر هزيمة، هزم الروم، انتهت هذه الموقعة بهزيمة الروم وانتصار المسلمين، رغم الأذى الذي أصابهم، رغم البلاء الشديد الذي أحاط بهم، حتى إن عدد من المسلمين فقدوا عيونهم في يوم اليرموك. من بين هؤلاء أبو سفيان، كان قد فقد عينه الأولى يوم حنين يقاتل مع المسلمين، وفقد العين الثانية في اليرموك وعاش أعمى بعد ذلك. ومن الذين فقدوا أعينهم في اليرموك المغيرة بن شعبة، الحارس الشخصي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص، والأشعث ابن قيس، وعمر ابن معدي كرب، وقيس ابن المكشوح، وغيرهم. هذا الذين فقدوا العيون، غير الذين استشهدوا، وغير الذين أصابهم الأذى والجراح. لكن انتصر المسلمون على 240,000، وبدأ الفرار الرومي من أرض الشام، وبدأ الاكتساح الإسلامي، بدأت الفتوحات المتتالية، معركة فحل وفتح دمشق وغيرها من المعارك المتتالية التي بدأت تتتالى، ودخلت أرض الشام المباركة، دخلت بسبب معركة اليرموك الفاصلة وما تلاها من معارك، دخلت في حوزة الإسلام، وصارت أرضا ينطلق منها الإسلام، وينطلق من شعبها المبارك الذي آمن بالله ورسوله، ينطلق إلى أرجاء الأرض، يفتح الأرض ويطهرها. من الشام انطلقت الجيوش لفتح مصر وشمال أفريقيا، من الشام انطلقت الجيوش لتفتح تركيا وشرق أوروبا، من الشام انطلقت الجيوش إلى الشمال وإلى الغرب وإلى الشرق، من أرض الشام المباركة التي بدأ فتحها بمعركة اليرموك الفاصلة، أعظم معركة للمسلمين في أرض الشام كانت معركة اليرموك. أمجاد عظيمة للمسلمين تتجدد إن شاء الله عندما يوجد جيل يؤمن بهذا الدين العظيم كما آمن به أولئك الأبطال.